السلام عليكم. اليوم رانا في منطقة الإميرالية والكارتي دو لا مارين، وهنا فيه باخرة تاع رحلة يديروا رحلات على الأرض يعني على الساحل. هنا فيه باخرة باش تحوس بيك على الساحل. بواخر تاع التسلية تاع التحواس. ممكن نشوفوا هاد البواخر هادو وين يروح؟ هذا وين؟ وين يروح؟ وين يروح؟ يروح جامع كبير 45 دقيقة هادي يخطب. اسمها الأخرى الصابلات. وين تخلص؟ وين تخلص؟ تخلص دارفور. خدم خضرة عمرو. عندي القناة وين؟ باكاش نضربوا دورة، باك بعد شوية. لا لا بس راني بتعرف ما يسوى بان تاع الطائرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جينا نشوف ونقرع جو شوية. إذن هنا نشوفوا la cabine de pilotage, la cabine de navigation. On a un drap à la... On a un باخرة تاع رحلة اللي تدينا من ميناء هذا تاع إذا ميناء جزائر العاصمة، تأخذنا برحلة إلى منطقة الصابلات، رحلة فيها مدة 45 دقيقة، تديك للصابلات وتعاود ترجعك للجزائر العاصمة. هذه رحلة جميلة على شاطئ المدينة أو على الواجهة البحرية لمدينة الجزائر العاصمة. هذه هي إذن سنذهب في رحلة إلى منطقة الصابلات، وسنعود في مدة 45 دقيقة. إذن تابعونا على القناة في هذه الرحلة اللي تدوم 45 دقيقة، وإحنا ممكن في الفيديو هذا نشوف الرحلة يعني لمدة حوالي 10 أو 12 دقيقة، والبقية تاع الرحلة سوف نشاهدها في فيديو آخر إن شاء الله. والباخرة هذه نشوف تابعة لألجيري فيري، الشركة الوطنية للنقل البحري المعروفة.
خويا مازال باش ديماري شحال مازال؟ 3:30 ديماري على 3:30 شي بزاف يا اخي قديميني تابعوا هذه الرحلة ها فيلمي ها سميكم جايك الفيلم الحقاني يا ولا هنا الفيلم الحقاني راه ولا صح والله قناة فيها فيها تقريبا 250 ألف أبوني دوماج جات كونتر جور هنا يا سينام في الرتور لا ما تصعدك ما تصور الجهة ملي صح قاع هنا لا بيدالجي هي صح بعد ديك هاكي خرجت بعدك مقابلة الشمس مقابلة الشمس ما تخكاش 250 هاي انا ننظر مليحه هذه سي لين دي بلو بيل رات دو موند لا سي لا فيريتي لا سي لا فيريتي انا شفتها انا جيتي جان رحت لمارسي جافي 20 طون هكذاك نهار جيت داخل من البابور دمعه طاحت لي واش البابور فاش جيت جيت من هذه بوك جيت سيتي لا كنانا وقيلا اسمو باش خدمتي باش فيت عليها انا جيت رحنا مارسي فاكونس وجينا والله عبد الله ما شفت عليها على بوك 85 كنا جبنا الباك جبنا الباك رحنا كنا الباك جبتو 85 رحنا شوف البي درنا مارسي بنتيميليا دخلنا للطاليان البي شرينا هنايا لا فيزا لا والو عطاونا هذيك الشونج هذيك على بوك كانت 200,000 عقبنا بها قريب 10 ايام وعاودنا جينا رحنا في البابور وجينا في البابور ومن بعد كملنا ترافلر شاك وبعد من بعد هو عطانا ترافلر شاك هذيك رحنا في الفتره درنا حتى لطاليان دخلنا لطاليان نهار ما قعدناش فيه كان تشوف انت يا موناكو دخلنا على كان موناكو كنا نهبطوا ندوروا نحوسوا في البلاد دي فوا نباتوا برا في لابلاج في كان عقبنا 10 ايام روعه كي عدنا جايين كي لحقنا لهنا بانت لنا لابيدالجي حاجة واحدة أخرى وكانت بكري لابيدالجي اللي تي بلو بلونش كو سا